يقول الشيخ: ما الحالة التي يلجأ إليها عند للتيمم، وما شرط ذلك في الأحكام الشرعية؟ الحالة التي يلجأ إليها للتيمم حالتان. الحالة الأولى عدم الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية المرض، إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر المرض وذكر السفر، هذا ما يتيمم له. وكذلك يلحق بالمرض إذا كان الماء لا يكفي لوضوئه ولحاجته وطبخه وسقي زملائه وسقي دوابه التي معه، فإنه يتيمم ويوفر الماء للحوائج التي لا بد له منها. نعم.